يعرف الكتاب المقدس الخطية بضوء ناموس الله الأخلاقي، أي الوصايا العشر، على أنها التعدي على قانون الله والتمرد ضد الله. وقد بدأت الخطية بالجنس البشري في جنة عدن، حيث أراد آدم وحواء أن يكونا مثل الله وتمردا ضد الله وضد وصاياه. من خلال آدم دخل الميل الغريزي للخطية إلى الجنس البشري، وصار البشر أنا وأنت خطاة بالطبيعة وبدأوا بمقاومة الله. فعندما أخطأ آدم، رأس الجنس البشري تلوثت طبيعته الداخلية بخطية التمرد، وقد انتقلت تلك الطبيعة لكل من جاء من خلاله. الخطية فصلتنا عن الله، فإذن نحن خطاة ليس لأننا نخطئ، بل نحن نخطئ لأننا خطاة. الخطأ يمكن أن يكون بالفعل، بالقول، أو حتى بالفكر. وما من إنسان لا يخطئ. إن كنا صادقين مع أنفسنا لتذكرنا العديد من الخطايا التي اقترفناها ونقترفها، مثل الكذب بما يشمل خدعة ما يسمى بالكذبة البيضاء، واشتهاء ما ومن لا نملكه، وعدم صنع الخير حين بإمكاننا أن نفعله، والعديد غيرها. مكتوب: الكل قد زاغوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. وأيضا سليمان الحكيم صرح: لأنه ليس إنسان لا يخطئ. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع.